رانيا عايزاني اجيب لك حاجه وانا جاي من بره؟ هات لنا معاك ليمون، وابقى هات معاك جبنه براميل من عند السوبر ماركت، وما تنساش تجيب عيش. ها ما قلتيش اجيب لك حاجه وانا جاي؟ جرايه عادي، الدرجه دي مش مركز معايا؟ نازل تتفرج على ماتش في القهوه خلاص، عقلك طار؟ ابعت لك بقى اللحمه مع رمزي. ها جرايه عادي. يا عادل ايه يا رانيا في ايه؟ ايه يا عادل في ايه؟ بدل ما تقعد معانا يوم الاجازه اللي بتاخده مره كل كام شهر نازل تسيبنا رايح على القهوه؟ بلاش تقعد معايا يا اخي، اقعد مع بنتك بلاش انا. واقعد مع بنتي ليه؟ ما تقعدي معايا مش بنتك برضو؟ انا اقصد اقول بلاش تقعد معايا، اقعد مع بنتك شويه. ايوه وانت مش عايزه تقعدي معايا ليه طيب؟ خلاص يا عادل خلاص انا اسفه، بس خد بالك يا عادل بنتك بتتربى بعيد عنك، ما تبقاش تندم بقى لما البنت تتطور على انها كائن انفصالي وتتحول انها تنكر دورك كأب على المدى المتوسط، كمدى متوسط يعني. مدى المتوسط؟ بتجيب الكلام ده منين؟ عموما يا ستي اما ارجع ان شاء الله هبقى اقعد معاها. ها لما ترجع مش هتلاقيها يا بيه. ايه هتكونوا خلاص يعني شحتوها؟ لا عمتها سنه هتوديها جنينه الحيوانات. طيب ما كويس انها توديها جنينه الحيوانات، انت ايه اللي مزعلك؟ اللي مزعلني انك ما بتبقاش مبسوط غير لما تتفرج على ماتشات، حتى ماتشات الدرجه الثانيه مش عايز تفوتها. درجه ثانيه ايه؟ انت مش فاهمه اساسا النهارده في ايه؟ النهارده الاهلي بيحتفل بالمئويه، 100 سنه كوره يا ماما، وبيلعب مين؟ لاعب برشلونه. طب ما عادي يعني برشلونه هتكسبكم. تكسبنا مين يا ماما؟ احنا فرقه تقيله هنقطعهم هنقطعهم. يا حرام ماما ما عندهمش حد، ما عندهمش غير رونالدينهو. هو ما فيش غير رونالدينهو ده حته لعيب، بس انا بقى لو مكان وائل جمعه ما سيبش رونالدينهو. طبعا وائل جمعه هو اللي هيمسك رونالدينهو، وانا بقى لو مكانه وهو بيجري جنبه يقوم مطلع الموبايل من الشورت ويقعد يتصور جنبه كده وهو بيجري وهو بيجري. انزل على العيال في الحته بقى اقعد افرجهم على الفيديو. لعبة؟ لعبة اللي هلعبها معاكي دلوقتي يا ياسمين، بصي أي لعبة هلعبها معاكي أكيد هكسب لأن أنا دماغي كبيرة جدا ومليانة ألعاب كتيرة جدا. أهو ده اللي أنت فلح فيه. بصي أنت لازم تلعبي حد مستواه أقل من مستوايا، حد ضعيف تعرفي تغلبيه، روحي لعبي ماما. ماما مش هتقدر تكسب في اللعبة دي، وأنت مش هتقدر تكسب في اللعبة دي. ده إيه الغرور اللي عندك دي؟ إيه هي اللعبة اللي أنا مش هعرف أكسبك فيها دي؟ اسمها لعبة التركيز. التركيز؟ بتتعمل ازاي دي وانا اغلبك حالا؟ تعرف تخلي صباعينك الاتنين يلمسوا بعض من غير ما تبص؟ من غير ما ابص عليهم يعني؟ سهلة جدا، اهو بصي اغمض عيني كمان، اهو اهو اهو. ايه ده؟ بنت بنت انت يا بنت يا بنت الادب، خد يا بنت ياسمين ياسمين. عاجبك كده؟ أنا اللي غلطان، كنت أنا بفكر أجيب لها هدية لما الأهلي يغلب برشلونة، هي الخسرانة. آه. سناء. تعالي يا سناء. إحنا طبعًا إخوات يعني ممكن نهزر مع بعض ونضحك مع بعض يعني، في لعبة حلوة أوي ممكن ألعب. طب إيه هي دي؟ دي لعبة التركيز. طب ازاي دي ورهاني؟ مش عارفاها. مش عارفاها؟ لا مش عارفاها. لعبة التركيز بصي تخلي صباعينك الاتنين دول يلمسوا بعض من غير ما تكوني بص عليهم خالص، يعني بصي انا مغمض عيني اهو وصباعيني هم ايه لازقين في بعض كده. ماشي. انا يا ابني اللي معلمها لبنتك اصلا. انا اللي غلطان يا سلام، انا اللي غلطان، ده انا كنت بفكر اجيب لك فستان جديد لما الاهلي يغلب برشلونه. ماشي. ياسمين يلا يا ياسمين عشان نجهز نفسنا، يلا يا حبيبتي عشان نروح جنينة الحيوانات. اوكي بس الاول اعملي التصريحة بتاعتك. حاضر يا حبيبتي. هي انا بحبك قوي يا تنصري. وانا كمان بحبك قوي يا ياسمين. رانيا انا ملاحظ ان ياسمين متأثرة قوي بسناء اختي. طب وايه المشكلة؟ ما هي عمتها. ايوه بس المفروض تتأثر بيا انا ابوها برضو. ليه يا ترى؟ هترجعي تاني تقولي لي عشان موضوع الكوره. لعلمك بقى انا ممكن النهارده ما اروحش الماتش بتاع الاهلي وبرشلونه واوديها جنينه الحيوانات. بجد يا عادل؟ طبعا بجد، انا عارف ان انت زملكاويه ونفسك الاهلي يتغلب، بس انا كمان مش هتفرج على الماتش، اهم حاجه بنتي. ياسمين يلا حبيبتي اوديكي جنينه الحيوانات. ايه ده؟ انت بتقول ايه يا عادل؟ عادي انا ابوها وهي عايزه تروح جنينه الحيوانات وهوديها، يلا ياسمين. طب وطن سناء؟ طن سناء هنلاقي زيها هناك في الجنينه كتير. عادل لو سمحت عايزاك في كلمه جوه. عادل
عايزاك في نفس الكلمه جوه. ايه الكلام العجيب اللي انتوا بتقولوه ده؟ ياسمينة جميله انت جهزي ماشي على ما اخرج واخدك ونروح جنينه الحيوانات. اجهز ازاي يعني؟ اجهزي بقى يعني فك الشعر العجيب اللي سناء عملته لك ده يا حبيبتي كده اهو. ايه الكلام الفارغ ده؟ اكيد عايزاكي تبقي شبهها وخلاص. اعملي شعرك زي باباكي كده ها قصير يعني قصير ماشي جاي على طول. في ايه عايزين ايه؟ لعلمكم الوقت ده واخدينه من وقت بنتي. عادل ما ينفعش انت تودي ياسمين جنينه الحيوانات عشان عمتها سناء هي اللي المفروض توديها جنينه الحيوانات. ممكن تقولي انت بتعمل كده ليه؟ ايه اللي بعمل كده ليه؟ بنتي ومن حقي ان انا احافظ على بنتي واخلي العلاقه اللي بيني وبينها علاقه كويسه على المدى. انت بتقول لي مين الكلام ده؟ بتضحك على مين بالكلام ده؟ ده انت لما بتقعد مع بنتك خمس دقايق على بعض تفضل تحرك كده وتنكر كاني فاكره بتقرصها. انا راجل اصلا مشغول عندي 100,000 حاجه شغلاني، انت ست فاضيه، سهل جدا ان انت تاخدي طفله توديها جنينه الحيوانات. يعني انت بتعتبر خروجي مع بنتك ومروحي معاها جنينه الحيوانات حاجه ممله؟ انا بعتبر كلامي معاكي هو اللي حاجه ممله. خلاص بقى يا عادل بلاش غلط بقى، سنة ما تقصدش يا حبيبي. سيبيه يا رانيا سيبيه. كل اللي هو بيعمله ده نبع من الخوف. خوف من مين بقى ان شاء الله؟ خوفك من ان بنتك تكون بتحبني اكتر منك. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ طبعا استحاله تكون بتحبك اكتر مني. طب روح اسالها يا استاذ. يا سلام اروح اسالها وانت فاكرك يعني ان انا هخاف؟ طب ما تتفضل تروح تسالها. اروح اسالها عادي جدا، وانا يهمني اسالها. حاضر. غلط عموما ان احنا نعرض بنت في سن زي كده لسؤال محرج زي ده. عادل روح يا حبيبي، روح يا حبيبي اتفرج على الماتش يلا، وبكره ان شاء الله تبقى تودي ياسمين اي حته. يلا يا بابا. لا اي حته ايه؟ انا هوديها جنينه الحيوانات يعني هوديها جنينه الحيوانات. لا طب وسناء؟ سناء ايه؟ ايه سناء؟ هو كل حاجه سناء. انت من سخرنا وانت من واحنا صغيرين يا سناء، وانت بتعملي فيها كده؟ كل هدومي واخداها، كل لعبي، كراريسي، اقلامي، حتى لما كبرنا كمان عايزه تاخدي مني بنتي. كده بس يا عادل؟ مش عارف بقى يعني، ما هي نرفزتني، وبعدين انا اصلا مشدود النهارده عشان ماتش المقاويه، وممكن كمان الاهلي على اسوأ الفروض مثلا يتعادل ولا حاجه. يا ماما ده شتمتني وبهدلتني وقلت ادابها عليا، وانت كده على طول يا ماما على طول ظلماني وبتيجي في صفها يا ماما. ايه يا حبيبي قالت لك ايه؟ قالت لي ان انا مش عارف اربي بنتي، والكلام ده كمان كان قدام بنتي. ما حصلش، سناء ما عملتش كده، ولعلمك بقى ياسمين كانت في اوضه واحنا في اوضه تانية. ايوه بس سناء صوتها مسرسع اصلا، يعني لو كانت قالت كده كانت ياسمين سمعتها من الاوضه التانية. يا حبيبي اختك سناء عندها عقد، مليانه عقد، بس طيبه وبتحب بنتك، كتر الف خيرها ان هي عاوزه تفسحها. ما هو انت بقى لا اما في الشغل لا اما قاعد هنا وما بتكلمش حد، لا اما على القهوه وبتتفرج على الماتش. عجبتك قوي دي مش كده؟ يا ابني انا اتكلمت معاكي حق يا طنط. وبعدين امها بقى مقعداها قدام التلفزيون على طول، ولما بتزهق تفضل تحشر لها لما هتبقى قد الفيل. هتبقى قد الفيل. يلا ياسمين تعالى افرجك على الفيل اللي انت هتبقى قده. فيل ايه؟ يعني ايه يا طنط؟ يعني قصدي حضرتك ان انا مش عارفه اربي بنتي؟ انا بتكلم على اللي بشوفه. بس ده ما حصلش لان انا دايما. يلا يا بابا. ياسمين خشي اتفرجي على الفيل في التلفزيون في خشي يا بنتي كلي. يا بنتي يا بنتي ربنا يهديكي، خشي اقري الكتاب خليه ينفعك. انا من الصبح مستنيه. يا شفتي 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 يا ماما، بقت تصرفاتها شبه تصرفات سناء بالظبط. شوف يا حبيبي، صحيح سناء لسانها طويل حبتين، بس ست بيت وشاطره وطيبه، ما تتمناش حاجه في الدنيا غير سعادتك وسعاده مراتك. يا حبيبتي يا حبيبتي يا انعام، والله والله انا كمان على طول بشكر فيكي. مامي قولي لي يا مامي، انا مش عارفه اربي بنتي هجيب لها تخلف حضاري عشان طول النهار ما قعدها قدام التلفزيون كده؟
كده يا انعام انا بجد 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 عمري في حياتي ما هأتمنك على سر، اي حاجه اقولها لك تروحي تقوليها كده على طول. شفتي بقى راي مامي من رايي يا مامي. امال يا حبيبتي انت فاكره اتربيته ازاي؟ اتربيته من التلفزيون، لولا التلفزيون ده انتوا كنتوا انحرفتوا، يا اما انا كنت اتجنيت. وبعدين بقى الحقيقه يعني هي بصي بقى يا حبيبتي، فرصه ان عادل خارج يفسح بنته، انا وانتي بقى هديكي درس ازاي تربي بنتك. عادل رايح يصالح سناء وهي سناء هتطير. يا مامي يا حبيبتي قومي تعلمي لي كلمتين. ايوه اتعلمي كلمتين على ما احنا نروح جنينة الحيوانات. يلا يا ياسمين. ياسمينة بقول لك ايه، ايه رايك بدل ما نروح جنينة الحيوانات نروح نتفرج على ماتش المقاوية في القهوة؟ لا نروح جنينة الحيوانات. ماشي حاضر، يلا سلام. باي باي. انا هاخد حاجه بس ونمشي على طول نروح على جنينه الحيوانات. يا ياسمين يا ياسمين كلبوزي حبيبي كلبوزي يا كفا كله كفايه كفايه. ولا رمزي ادول الخزنه دي مش كان فيها فلوس؟ اه ما انا عارف. اما انت عارف يعني راحت فين الفلوس دي؟ قبل 2000 جنيه انا شفتهم. ايه شفتهم؟ اه طب هم اخبارهم ايه دلوقتي، كويسين يعني ولا بعافيه؟ لا هم الحمد لله كويسين. انت ايه عايز توصل لهم رساله ولا حاجه؟ انا ممكن اسيبها. اسيب لهم رساله؟ لا مفيش، بس يعني انا كنت عايز اطمن عليهم وعايز اعرف يا هل هم راحوا فين ويا هل هم هيرجعوا ولا مش هيرجعوا. دي رخامه جدا السؤال ده. هو بصراحه يعني انت كنت عايزهم ليه؟ قول لي وانا اقول. لا ابدا، انا اصلي كنت رايح جنينه الحيوانات وكنت عايز معايا فلوس، يعني انت عارف الحيوانات بقى. طب وانا اعرفها منين الحيوانات دي؟ انت ما بتبصش في المرايه خالص يا فلوس. فين يا ده رمز؟ انا هقول لك يا عمي، ما واحده واحده. انت مش قايل لي ركب ازاز الفاترينا؟ اه وجبت لك لوح ازاز عشان تركبه للفاترينا بدل اللوح اللي انت كسرته. يا عم ده اولت امبارح. دول اه من حق. انت هتتفرج على الماتش النهارده؟ احنا لمين العيال وهنقعد. ما تتوهش، فين الفلوس؟ وديتها فين؟ حاضر دول انا هقول لك يا عم. بص بصراحه يعني انا جيت اركب اللوح اللي انت جايبه لي على الفاترينا، فلقيت اللوح اكبر من الفاترينا، قلت بقى ايه اقصر اللوح. وعملت ايه بعد كده يا لوح؟ بعد ما قصرت اللوح دول لقيت الفاترينا اكبر من اللوح، فقلت لا فكرت يعني، فقلت ايه طب ما تلزق يا واد يا رمزي اللوح ده عشان يرجع تاني اكبر، فوقع مني اتكسر طبعا. لا عيب يا دول، عيب يا عم، انا بتعلم من اخطائي برضو. انا قلت بقى افك اللزق دون وفكرت في الحل الوحيد. اكيد غيرت الفاترين. غيرت التماثيل اللي جوه الفاترين يا دول، وغيرت الفاترين كمان. حلو؟ لا مش حلو. المهم كمل اخلص. بس لا الازاز اكبر من الفاترين. ايه ده انت عرفت ازاي؟ طلع فعلا الازاز اكبر. ما تيلا يا بابا بقى عشان نلحق نتفرج على الحيوانات. انا بفكر ان احنا ناخد رمزي نفرج عليه الحيوانات في الجنينة. فين بقيت الفلوس يا واد؟ عملت ايه؟ انا هقولك دول انا مش هطول عليك يا عم. بص انا قمت رامي بقى اللوح ورامي كل حاجة ورحت اشتريت بقى فاترينا بالتماثيل باللوح بتاعها جاهز كده. وطيرت الالفين جنيه. لا يا دول ناقص 500 جنيه علينا اللي بتاع الازاز والفاترينا. علينا 2500 جنيه طاروا عشان انت. بس على فكره دول قال لي ما تتاخرش يا رمزي. ما تتاخرش يا رمزي. البنت دي زي العسل يا بنت. ياسمين ياسمين روحي اشتري، عارفه عمك متولي ابو طارق؟ روحي هاتي من عنده شوكولاتايه. ها تاخريش، وقفلي الباب بتاع البازار وراك. حاسب الازاز بتاع الباب يتكسر، مش ناقصين مصاري. شقيه قوي بنت ال بنت الايه؟ دول انت عايز صغير يعني تجرب المرتبه الجديده دي ولا ايه؟ لا انت مش بتقول جالك صداع في ظهرك؟ قوي يا دوله. انا بقى هعالج لك الصداع ده يا رمزي. ازاي دول؟ ازاي؟ دي طريقتي. ايه دولة يا دولة اتأخرت ليه يا عم؟ تعالى انا حجز لك هنا اهو، تعالى اديله مية اديله نار. النادي الاهلي فريق جبار. 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 بابا مش انت وعدتني هتشوف صوت واحد بس
وهنمشي؟ هنمشي نروح على جنينة الحيوانات. هو بابا عمره وعدك بحاجة وما عملهاش. ياسمين يا حبيبي كلبوسة. ولا بدو الكرسي هنا ياسمين. مفيش كراسي فاضية يا استاذ. قومي يلا يا رمزة. اقعدي يا ياسمين. انت واحد جنبك يا ياسو. طيب لا انا هتفرج على شوط واحد بس وهسيب لك الكرسي. خلاص بقى ربنا يكرمنا بس ان شاء الله النهارده بايه فاول من بتوع ابو تريكه يقوم سكعه تقوم اعصابهم بايظه بقى. اعصاب ميلة بوز دي ملايين تيجي على الارض يا عم. اذا كانوا هم ملايين احنا بقى اولوفات بتجري. اهم حاجه بقى يا معلم ان هم ودوهم النهارده الهرم. شمس بقى وخيل وجمال واكله محشي مع ملوخيه. هينزلوا يفرفروا دلوقتي في الملعب. بس الماتش هيبتدي يا اخوانا. الماتش هيبتدي. دولا هو فين التلفزيون يا دولا؟ بيتك انت عامل ايه في وشك يالا؟ مش عارف دولا من ساعه ما دهنوا لي قرطه فمش شايف. وانت بتشوف قرطه تقلع النضاره يا اهبل. ابتدى. بابا هو الشوط قد ايه؟ الشوط ساعه الا ربع يا ياسمين. ايه لسه هستنى ساعه الا ربع. حبيبتي هتحس ان هم ربع ساعه. الاهلي نازل سخن اهو من الاول. تك تك نخلص على طول. يلا يلا يا متعب. يلا ادي لابو تريكه. ادي لابو تريكه. دولا هو الاهلي لابس ايه؟ دولا طب احنا بنلعب مين؟ بس يلا بقى البس النضاره مدام كده مش شايف. ايوه خلي بالك من رونالدينو ده. خلي بالك من رونالدينو ده. رونالدينو لسه ما نزلش اصلا. اهو كلهم شبه بعض. الفرنساويين كلهم قطعيه واحده. مين يا عم دول؟ اسبان. اسبان بقى طليان هنقطعهم هنقطعها. ايه الجون ده اوف سايد. الجون ده اوف سايد. اوف سايد مين يا دولا؟ الجون ده عصام الحضري يا عم. انت ما تعرفوش دولا. هو بدل ما اتهزمنا بقى يلا بقى نروح جنينه الحيوانات. لا اتهزمنا. ده هو جون واحد بس اللي جه فينا دلوقتي. تك تك نتعادل ونجيب جون نهزمهم ونخلص على طول. بابا انا زهقت. ايوه حبيبتي انت زهقتي بس عشان مغلوبين. لكن اول ما نتعادل ونغلب هيبقى ادري فلافيو. لا مش ده ولا ده ولا ده. لا حرام بقى ده ظلم. التحكيم ده ظلم ده يا اخوانا. جونين في شوط واحد كده بقى صعب. لا صعبت ايه؟ لا دلوقتي الاهلي هيتعادل ويعوض ويغلب كمان. تك تك ينهي. معلش يا اخوانا دلوقتي الاهلي يتعادل وبعدين تك 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 ونخلص على طول. حرام والله. معلش يا اخوانا معلش دلوقتي الاهلي يتعادل وبعدين تك 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 ونخلص على طول. لا مش معقوله بقى. معلش يا اخوانا معلش فاضل حاجه بسيطه يعني. بس ان شاء الله الاهلي هيتعادل وبعدين تك 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 وبعدين يخلص على طول. خلص الماتش. دلوقتي الماتش خلص والاهلي اتغلب وياسمين نامت وجنينه الحيوانات قفلت وانا ما بقتش اب كويس. الواد ده زملكاوي يا اخوانا. كله تمام. جنينة الحيوانات حلوه. بابا جاب لي اللعبه دي. يا سلام. بمناسبه ايه؟ بمناسبه ان انا ما قلتش ان اللعبه ممكن ترجع. ها جنينة الحيوانات حلوه ولا لا؟ هايله. كانت زحمه قوي وكانت فاضيه بقى. الحيوانات كانوا ناموا يعني عشان الدنيا. هي سناء فين؟ جوه في اوضتها. انبسطتي؟ انبسطتي قوي؟ ايه يا عادل؟ عايز حاجة؟ مفيش. انا اصلي كنت عايز اقولك يعني ان ياسمين وديتها بقى جنينة الحيوانات. وديتها فعلا يعني. ماشي. ما هي برضو بنتك وانت من حقك تقضي معاها اطول وقت ممكن. طبعا. ايه يا عادل؟ عايز تقول حاجة؟ كنت عايز اقول لك يعني اصل وانا في جنينه الحيوانات شفت بقى قردين تقريبا اخوات يعني كانوا قاعدين عمالين بيفلوا بعض وعرفت ان هم اخوات عشان كان الديل واحد والمناخير يعني. فقعدت اقول يا حتى الترابط الاسري بين القرود فيا ريت البني ادمين يبقوا اخوات كده يعني. يعني هو المفروض ايه؟
ان احنا الاثنين نفلي بعض عشان نبقى شبه القرود؟ لا يعني المفروض احنا كاخوات. بص بقى سناء، انا اسف، انا غلطت فيك يا سناء وانا اسف، انا قصدي كنت مشدود شويه، وبعدين انت طبعا ياسمين بتحبك وانت اللي بتساعدينا في تربيتها، ف خلاص خلاص يا عادل انا مش زعلانه منك. بعدين انا قعدت فكرت برضو، لقيت ان هي بنتك ومن حقك تقضي اطول وقت ممكن براحتك. المهم قول لي بقى عملتوا ايه في جنينه الحيوانات؟ رحنا بقى كانت قافله يعني هي، فكان الحمار الوحشي روح وكده، فجبت لها بقى لعبه. عادل رحت جنينه الحيوانات ولا ما روحتش؟ ما لعبه بقى كانت فظيعه بقى اللي انا جبتها دي، يعني عجبتها جدا لان بجد ما كانش في اي محل. يا عادل انت خدتها من ايدي وقلت هوديها جنينه الحيوانات، وديتها ولا ما وديتهاش؟ عارفه اللعبه ببطاريات او من غير بطاريات، يعني ممكن تلعبها بيها لو البطاريه خالصه يعني. عادل انت ما وديتهاش الجنينة؟ لا ما وديتهاش. امال بس انا ابوها ومن حق اربيها ومن حق اخرجها معايا براحتي، وبلاش كده واوعوا كده. خلاص يعني ما هو حصل ان انا ما وديتهاش، بس انا كان غصب عني والله يا سناء، انا كنت عايز اشوف الماتش بتاع المقاوية ده. ها وعملتوا ايه؟ اتغلبنا 4-0. في الجنينة؟ لا جنينة ايه في الماتش، لكن الجنينة دي بكرة بقى ان شاء الله. يعني انت وراكي حاجة بكرة؟ ما بايركس حراري عليه خصم 40%. بايركس ايه بس يا رانيا اللي انت جايباه؟ ما احنا عندنا حلل استانلس يا ماما، ولا هي مصاريف زيادة وخلاص؟ ده مش لينا، ده لياسمين. ياسمين؟ ايه قرفانة تاكل في الحلل؟ على فكرة البنت ياسمين بنتك دي فيها الداق بتاع امك اللي هي حماتي دي، على طول عاملة بتتبك على كل حاجة. لا يا روحي ده علشان جهاز ياسمين ان شاء الله لما تتجوز. لما تتجوز وفي عريس تقدم لياسمين وانا معرفش قابلها فين بقى، في الفصحة ولا قابلها في رحلة جنينة الحيوانات؟ انت بتهزر؟ انا ما بهزرش يا ستي، انت اساسا لسه متجوزة. ياسمين على ما تفكر في الجواز قدامها بتاع 20 سنة. بايركس ايه دلوقتي؟ يلا 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 رجعيه رجعيه. عادل عادل اصحى يا عادل اصحى يا عادل، دواء السكر والضغط وبعدها بربع ساعة الحباية الحمراء والخضراء وبعدها بعشر دقايق دواء الكحة. اصحى يا عادل يلا عشان دواء الكبد. ما تقوم يا عادل. بعد ما ضيعت زهرة شبابي في التعليم والتدريس، خرجت من تحت ايدي مهندسين وظباط وصنايعية وفواعلية مش هين عليهم يمدوني ولا حتى سنة. هي بتقول ايه؟ الظاهر والله اعلم انها بتشتم. بتشتي؟ يا لهوي قفلوا الشبابيك. مع اني قبل ما حاسب بقى بتاعت الاقتصاد المنزلي مدولها سنتين، وانا كنت طمعانه في 6 شهور مرضوش يدوهاني. اشمعني قبل ما حاسين؟ عشان مربط اليوسفندي واللارنج؟ هي بتقول ايه؟ الظاهر انها بتدور على سفنج. مين اللي وقع ده؟ يا اختي والله نظري ما هو جايب. ايه بابا ده؟ انا مش قلت لك تبقى تقولي عشان اجي اسندك؟ ما دام قالت بابا يبقى عادل ابني. ايه اللي وقعك يا حبيبي؟ ماما دي تبقى رانيا. ايه اللي وقعك يا حبيبتي؟ هي المشكله في السلمه المكسوره دي، انا قلت لكم 100 مره صلحوا السلمه، انتوا ما بتسمعوش كلامي ليه؟ سلمه ايه يا خلل؟ سلمت ايه يا خلل؟ انت مش عارف كمان انت فين؟ ايوه السلمه هي بتاع كل يوم اللي بقع فيها دي. هيقول لي السلمه تاني؟ يعني انت دلوقتي على السلم عند مدخل العماره يعني؟ طب ايه دنو السلم؟ يا سلام يا لطيفه، لطيفه جدا يعني. وانت يا ياسمينه ما رحتيش الجامعه النهارده ليه؟ امال ايه يا بابا؟ انا اتخرجت واخدت حقبتين في علم النفس البروسكولوجي.
يعني اتخرجتي، طب ما اشتغلتيش ليه امال؟ نظرا للماركتنج البشري المتعطل اللي وصل لتلاتة بهلليون نسمة، مفيش فرص عمل. يا نهار ابيض، بقينا تلاتة بهلليون، ده ميدان التحليل محدش يعرف يمشي فيه. بكره والله كل ده من استنساخ، ده احنا بكره ممكن نبقى تهرلينيون. لا يا بابا، ايه كل فيمتو ثانية في مولود بشري جديد بيتولد. كل فيمتو ثانية، ما شاء الله، بقيتي تفتي في كل حاجه زي امك كمان. يا بابا هيثم جاي النهارده عشان يقرا معاك الفاتحه. يقرا معايا الفاتحه ليه؟ ما بيعرفش يقراها لوحده ولا ايه؟ يا عادل، الزفت اللي اسمه رمزي ما جابش الجاتوه والتورت لحد دلوقتي. ايه ده، انت قلت لعم رمزي؟ يا دي النيله. بقول لك ايه يا بابا، انا بصراحه بقى خايفه العريس يشوفه، من الاخر انا خايفه يعرنا. ومن ناحيه هيعرنا فهو اكيد هيعرنا. بس هنعمل ايه بقى يا ياسمين يا بنتي؟ اهو ابن عمي من 45 سنه نفسي امشيه، كل سنه اقول امشيه السنه الجايه وما بعرفش. عموما انا هتصرف، ما تقلقيش يا ياسمين. انا هقوم بقى ايه، اخد الدش الالكتروني بتاعي والبس هدومي واروح على الهرم. يضربوش كله. مين ده يا اختي؟ ده تلاقيه العريس بتاع بيت ياسمين. بسم الله ما شاء الله، طول بعرض. زين ما اخترتي يا ياسمين، البت طلع ذوقها كده حلو زي ستها. انت ايه اللي اخرك لحد دلوقتي يا منيل؟ اصل المنطاط عطل في الهواء. زين ما بقى باراشوتات انا والحاج يقول. فقري طول عمرك وملكش حظ يا رمزي. رمزي اسم العريس على اسم ابن عم ابوها. اسم مش ان بقى الاوان يا نقنق، يعني احنا عايزين نبقى ختامها مسك. وبصراحه كده يعني من الاخر انا نفسي يعني اخر 3 اشهر في حياتك ان شاء الله. في حياتك؟ انت هتفضل لطخ كده لحد امتى؟ ده انا كنت عيله نونو كده برضع وانت شحت كده بتروح المدرسه. حياتك ايه؟ بهزر يا نونو بقى. قولي، جهزت نفسك؟ جبت كل الاجهزه الكهربائيه ولا لسه جخل زي ما انت؟ جخل؟ من مجاميعه يا نونو. يعني شوفي بقى، بوتاجاز 2 شعلة مسطح. هو ده اللي كنت مسطح. وتلفزيون ملون يا نقنو 14 بوصة. وتلاجة ديك فريزر. يعني وكارتينهم في المخزن ومستنيين سيدة البازار. ليه وانا هخش في البازار؟ ما تلمي بنتك يا انعام، دي عايزة تلطش عريش البيت، عايزة تعنشها زيها. اسمعي كده، من سكتي انكشح. مجيدة يا مجيدة، سامعة يا اختي ولا مش سامعة؟ بنتك اتطلقت. يا لهوي يا انعام، ابنك طلق بنتي. يا لهوي يا لهوي. تستاهل القدرة، كويس مستحملة لحد كده. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اتفضلي يا اختي، اتفضلي انت والاربعة اللي معاكي باللي في بطني، انضمي للمنتخب القومي. اتفضلي. الواد الله يخرب بيته، طلعني الطلقه الثالثه منه لله. والثالثه ثابته، اوعى يا اخويا الكشف. ثابته يعني قاعده معانا على قلبنا مش هتتحركي. كبرت يا ياسمين وبقيت عروسه ما شاء الله. بس ايه ده، انت لا شبهي ولا شبه امك. عارفه انت شبه مين؟ مين؟ شبه جدك الله يرحمه. هو العرق يمد لسبع جد يا بابا، وكله في الجينات، علم الاجنه بيقول كده. وانا صحيح كان نفسي في ولد يشيل اسمي في الرقم القومي بتاعه، بس يلا بقى، وكان هيعمل لي برضو اللي انا نفسي اعمله ومعرفتش اعمله في حياتي. يعني كان هيعمل ايه زياده يعني يا سي بابا؟
على الاقل كان رفض لي رمزي. بس يلا انت عندي يا ياسمين بالدنيا كلها. ما تقلقش يا بابا على اسمك، ليك عليا. اول مولود هخلفه هسميه عيد. ايه ده ايه ده ايه ده، اول مولود وبس؟ لا، وتاني مولود كمان زياده في التاكيد. ايه ده، يعني انت موافق يا بابا؟ بس اهم حاجه بقى، في شويه نصايح ما قبل الجواز. اه، تقصد كتالوج الجواز. عموما اول نصيحه بقولها لك بقى يا ياسمين يا بنتي، اوعي في يوم من الايام تفكري انك ترجعي البيت ده تاني. طبعا يا بابا، الست ملهاش الا بيتها. مش دي النظريه، اصل انت لو رجعت البيت ده تاني، الاوضه بتاعتك انا هحولها لصالون ادبي، وده احد احلامي يعني. ما تخافش يا بابا، انا اصلا ما صدقت اخرج من هنا، فاستحاله هرجع. ماشي. ثانيا، وانت بتوضبي بقى الديكورات بتاعت بيتك، حاولي تراعي ان يبقى في اوضه فاضيه دايما. ايه ده ليه يعني يا بابا؟ عشان امك لو اتطلقت يعني، وده وضع طبيعي، لان صراحه استحملتها كتير قوي. بعدين هي عامله لي فلحوسه الوحيده اللي ما اتطلقتش، كل اللي في البيت اتطلقوا. بس هي ما عملتش حاجه يعني يا بابا. يا سلام، وهم الباقيين كانوا عملوا حاجه؟ ده كاس كاس يا ياسمين يا بنتي، وداير على الناس كلها عادي يعني. ثالثا بقى، وده مهم قوي، انت طبعا هتخلفي ولد، انا متاكد انك هتخلفي ولد. الولد اللي انت هتخلفيه ده بقى يتربى مع جده يا ياسمين. ايه ده ليه يعني يا بابا؟ من فضلك يعني اديني فرصتي ان انا اربي ابني بنفسي. فرصتك ايه؟ ما انا اديتك فرصتك ان جيتي للدنيا اصلا يعني. وبعدين اديتك فرصتك وربيتك وعلمتك واكلتك وشربتك لغايه ما النهارده هتتجوزي اهو. خلاص، هاتي لي الولد انا ربيه، ويحقق معايا كل الأحلام اللي كان نفسي أحققها. اتنين جوافة جيلاتينيه، وزبق قليل، وإزازة مية أبار معقمة، في أكسجين بنكهة الكباب والكفتة. هل تضربوا اتنين في السريع؟ لا لا، أنا عاملة دايت. ميرسي. أوكي ياسمين. أنا مش هقدر أجيب بابا النهاردة، وبعدين أجيبه منين؟ ده انا اساسا ما شفتوش من وانا في سته احادي. ايه ده، انت كنت في سته احادي؟ امال، ده انا كنت من الدفعه المستوعبه. انا اعجابي بيك بيزيد يوم بعد يوم. المهم اعجاب باباكي. هنعمل له ايه ده؟ بقول لك ايه، ما تيجي نغب ونعمل هيدن ونضرب ايميلين عرفي بالسريع. هيثم، بقول لك ايه، احنا لازم نضحي شويه عشان قصه حبنا التقدميه. التقدميه؟ ايوه. خلاص، نعمل ديل مع بابا على الساتلايت ونحدد معاه ميعاد. يا واد انت في مدرسه ايه؟ انا بشبه عليك، انا شفتك قبل كده. الهاي كونكلوجين سكول يا طنط. عارفاها، مش دي تجريبي؟ وماله لما يجرب يا اختي. الحياه يا حبيبتي كلها تجاره. شوف يا ابن، انا عايزه اعرف ايه حدود العلاقه اللي بينكم، لاني اخشى كأم يعني من العلاقه اللي بينكم. مشكلة ياسمين يا طنط اخلاقها. انت عرفت اخلاقها دي منين؟ لما جيت الشهر اللي فات يا عمي علشان اقرا عداد الطاقه الذريه، هي اللي فتحت لي الباب. الا قول لي يا اخويا، احنا جبنا كام الشهر اللي فات؟ مش فاكر بالظبط، بس حوالي 25 في زوايد. 25 في زوايد يا حراميه، يبقى انتوا اكيد برضو ضفتوا الزباله على الطاقه الذريه. انا مش دافع. وشيلوا بقى العداد بتاع اليورانيوم من بير السن. عادل يا حبيبي، هو ذنبه ايه؟ الراجل ما بيعملش حاجه غير انه قارئ، بيجي يقرا العداد ويسجله ويلفلفهم بيه. طلعت الزباله النهارده؟ هو مين اللي طلعها امبارح؟ انا. يبقى الدور عليك النهارده يا حبيبتي. لما فتحت لي الباب خرج من عينيها شعاع لخبط الدنيا جوايا، وخلط بين الخجل والطاقه الدينماتيكيه، قلت خلاص هي دي الاوزي اللي ممكن اكمل معاها حياتي. اوزي؟ طب يا حاج دولا، مدام دابحين اوزي، ما عايزين اوزي ايه بس؟ يلا يا حاج بس. مهم، كمل كلامك يا ابني. بعد كده ايه؟ هتاخد معاك الاوزي دي تلف معاك تقرا العدادات؟ المهم يا عمي، انا بمدلك ايدي وطالب منك القرب في ياسمين. يلا يا جماعه نقرا الفاتحه. تا
تقرا الفاتحه على رجلي. ما تقوم يا امين. الف مبروك يا ابني. الله يبارك لك. الف مبروك يا حاج دوله. الف مبروك على ايه بس؟ يلا يا حاج رمزي، بس يلا يا حاج رمزي والنبي. فتحه اللي هتقراها يا ابني، انا مش هينفع اقرا الفاتحه معاك، لازم حد كبير اقدر اتفاهم معاه. فين اهلك؟ اهلي؟ ومال اهلي بحاجه زي كده؟ ومال اهلك ازاي؟ ما انا لازم حد اتفاهم معاه في تفاصيل الجواز. تفاصيل الجواز انا بعتها لحضرتك على الايميل، وبابا هيبقى ينزلها ان تاتش مع الكمبيوتر، يعني يبقى رد على بعض بقى في الماسنجر. ماسنجر ايه اللي هنرد على بعض؟ وانتوا يا ابني بتتكلموا في ايه؟ ايميلات ايه وبتاع؟ ايه الزمن الغريب اللي احنا فيه ده؟ فين ايام زماننا وايام زمن بقى الفن الجميل والاستاذ تامر حسني؟ ايوه الاستاذ سعد الصغير كبر ما شاء الله دلوقتي. ايه الزمن الاخبر ده يا عمي؟ يا عمي الدنيا اتقدمت، ده خلاص الناس طلعت زحل. ده انت اللي ليلتك زحل. بص، لا اما اهلك يجوا ينهوا ويطلبوها بنفسهم، لا اما مفيش جواز، والجاتوه ده يتشال يتحط في التلاجة لغايه ما يجي ابوه. يا حاج دوله، طب يعني افرض ابوه اتاخر، يعني هفضل جعان كده؟ نورتنا يا حاج شربيني. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حضرتك، انت وصلت بعد دقيقة وربع من ساعة ما بنتكلمك، اتأخرت علينا قوي يعني، لكن عموما احنا ندخل بقى في التفاصيل عشان نختصر الوقت. اتفضل يا سيدي، ادخل براحتك. انت هتخوفني ولا ايه يا استاذ عادل؟ احنا طبعا ناس ما يهمناش الماديات بالمرة طبعا يعني، لكن كنت عايز اعرف يا ابني يا هيثم، انت مرتبك كام بالظبط؟ انت بتحرجني يا عمي والله. انا يا عمي مرتبي يعني، انت عارف ان انا لسه بادئ حياتي يعني. قول قول. اخلص اخلص عمي. انا باخد 100,000 جنيه في الشهر. ايه 100,000 جنيه بشعرك ده؟ نعمل بيهم ايه 100,000 جنيه؟ انت تاخد البنات كده وبتوع الناس، بنات الناس تمرمطهم معاك. يا بابا دي حياتنا يعني، ولازم نبدا في الاول واحنا تعبانين. ايوه يا بنتي، ما احنا برضو عايزين مصلحتك. وانت فكري ان احنا قصدنا نضايقكم ولا نضركم؟ بالعكس يا بنتي بالعكس. لكن شوفي دلوقتي كيلو السكر بقى ب2000 جنيه، ازازة الزيت الزقبقي اللي ما بتقعدش على نص طبق سلطة ب5,000 جنيه، تعملوا ايه؟ يا استاذ عادل، يا استاذ عادل ما تدقش في الحكاية دي، ما حدش بيبات من غير عشاء يا استاذ. ايوه ما بيباتش من غير عشاء، بس مش معقولة كمان الغدا والفطار هيعملوا فيهم ايه؟ هيتقضوها يعني وجبة واحدة في اليوم؟ دي نفس الدقة يا استاذ، برضو شوف لك دقة تانية. والله ممكن يعملوا ميزانية مجدولة ويمشوا على اينونتها. بعدين يا عمي انا مقدم على شغل يعني بعد الظهر في مفاعل نووي جنبنا هنا في الطلبية. مش المفاعل النووي بتاع الطلبية اللي بيعمل حلاوة المورد ده؟ ايوه. طب ما يا ابني ده موسمي يعني، بيشتغل شهر و11 شهر ما بيشتغلش. احنا نتكلم في المفيد بقى، هتجهزوا ايه يا استاذ عادل؟ والله حضرتك يعني معروف ان الاجهزه الالكترونيه كلها بتبقى على العريس، يعني عندك مثلا بوتاجاز 2 عين طاقه شمسيه على العريس، دي معروفه، وبرضك الغساله اللي هي بتبقى بتقرش وبتمرش وبتلبس وبتنظف، دي كلها برضك على العريس ولا ايه يعني؟ وكمان معروف برضك ان على العريس الساتلايت. ايه يا حاج دولة لازمته ايه الساتلايت؟ احنا ممكن نشد لهم وصل الدش من على اول الشارع. بس يلا يا حاج رمزي خليك انت في الجاتوه ده عشان يا رب يجيب لك سكر. عشان خاطر هيثم ماشي. وعايزين مروحة طائرة تحت السيطرة في كل. انا عايزة سالوبيت. بس انا بقى انا عايزة ايبود. وانا عايز موبايل. بص يا ابني احنا اهم حاجه عندنا مكنه تقشير الكمثرى. هي دي بقى الشعرايه اللي قطمت ظهر الخروف. انت كده عايز تبوظ الجوازه يا استاذ عادل. ابوظ الجوازه ايه؟ معروف ان مكنه تقشير الكمثرى بتبقى على الخروف على العريس يعني، معروفه يعني. لا يا عمي عمي انا ما اسمحلكش لو سمحت كده، اوفر دوز موز عليا. علشان خاطر عيون ياسمين انا هجيب مكنه تفصيص الطوب. ليه؟ هو انت ما كنتش عايز تجيب كمان مكنه تفصيص الثوم؟ يا ابني ده مكنه تفصيص الثوم والمقشره الليزر والمقشره الاي دي على العريس، طول عمرنا عارفين. يا ماما يا ماما ممكن نجيب الحاجات دي بعد الجواز حاجه في حاجه يعني.
يا بنتي انت مش عارفه مصلحتك، يعني هتاكلي الكمثرى بقشرها معدتك يوم ولا اتنين وهتبوظ. يا عمي يا عمي احنا شباب زي الفل ولسه في صحتنا ومعدتنا تقدر تهضم اي قشر. انا بقول يعني لو هو عنده شقه نشيل احنا. لو عنده شقه انت شايفه كده. طب بص يا ابني، بالنسبه للشقه بقى انا مش عايزك تاخد شقه في برج خرساني، من بعد الزلزال بتاع 2022 الواحد بقى يخاف من التوابع، لازم العماره تبقى على كبال وعلى باكم. ها صراحه يا عمي انا ما عنديش شقه. ايه ما عندكش شقه يا اخوانا؟ حلمكم على الولد مش كده؟ حلمنا ايه يا عم بالسيجار بتاعك ده؟ بيقول لك ما عندوش شقه. يا عمي يا عمي اسمعني بس، انا يعني انا شايف ان الشقه هنا جميله وواسعه وبرحه، فقلت يعني هسكن معاكم. تسكن معانا؟ ده انت كمان جايبه لنا عريس اعمى، شايف لك الشقه واسعه، وانت ما حوشتش فلوس ولا ايه؟ يا عمي حوشت بس كل حيلتي يعني 4 مليون جنيه، يعملوا ايه يعني؟ ايه 4 مليون جنيه؟ اهبدايه يعني يا بابا. بدايه ايه وهباب ايه؟ ده دلوقتي اقل شقه 4 متر دلوقتي في العشوائيات الذكيه ب 20 مليون جنيه على الاقل. يا بابا انت ممكن بس تستحملونا شويه لحد ما انا اعمل جمعيه مع ام ميرفت ب 250 الف جنيه في الشهر، ويعني انا هجيب يعني اوضه كده كاوتش من اللي بتتنفخ دي، ولما نبقى نصحى من النوم نبقى نهويها. تهوها؟ وافق يا عادل. لما توافق يا عادل. يا عادل وافق يا عادل. وافق يا عادل. وافق يا عادل. مش موافق مش موافق مش موافق. عادل في ايه يا عادل؟ يا كابوس كابوس فظيع يا رانيا. خير اللهم اجعله خير. بقولك ايه، انسي الطقم البايركس الحراري ده خالص، رجعي لو سمحتي ودخلي ياسمين بجمعيه ب2 جنيه في الشهر، طقم البايركس ده مش هيبقى له اي لازمه في المستقبل. جمعيه ايه يا عادل؟ حرام علينا نلقي على عاتق البنت مسؤوليات اكبر من حجمها. اسمعي الكلام اللي انا بقولك عليه، انا اضرب مصلحتها وما تخليهاش تفتح الباب لاي حد بيقرا عدادات، وخصوصا عدادي اليورانيوم. انا بقولك اهو. يورانيوم ايه على الصبح يا عادل اللخبطه اللي انت بتلخبطها؟ اسمعي الكلام اللي انا بقوله لك ياسمين، اوعي تفتح الباب لاي حد. مالكيش دعوه بابا. يعني ايه مالهاش دعوه بيا؟ انا بقول لها عشان مصلحتها وانا بقول لها عشان اغلس عليها يعني؟ هي مش شومه اللي انت بتقوله اصلا يا عادل. ما دام انت فاهمه لازم تفهميها، انت امها، اوعي تفتح الباب وخصوصا لاي حد بتاع عدادات. أهبل. مش مهم بقى، مش قضيتنا زباين مش زباين، مش قضيتنا. بقول لك يا دولا، انا في كده يعني بقالي يومين بفكر في حاجه ومش عارف اخد فيها قرار، مع ان يعني زي ما انت عارف ان انا لماح يعني. مين ده اللي لماح؟ انا. لا راجل. اه بس يا دولا يعني بتيجي على الانسان كده لحظه بتبقى شردت منه. انت يا ابني عايش في اللحظه بتاع شردت منه دي من يوم ما اتولدت. اه والعمر لحظه. الله 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 يا رب، العمر لحظه. يا سلام، ده انا لو معايا ورقه وقلم دلوقتي كنت كتبت الحكم اللي انت بتقولها دي، الواحد يستفيد منها كده ان شاء الله في حياته. بقول لك يا دولا، على كل حال يا عم انا كاتب مذكراتي، يعني ممكن لو عايزها اصورها لك. صورها لي فيديو طبعا، ما هو الذكاء ده بلاش يعني. كاتب مذكراتك يا رمزي؟ اه يا دولا، انت اول ما بتمشي من البازار من هنا بقفل الباب واقعد بقى اكتب مذكراتي وخواطري اللي بتجيلي. اول ما بمشي بتقفل الباب وبتقعد تكتب على طول يا دولا؟ تخرج اقفل اكتب، تخرج اقفل اكتب. اللي في النص دي اقفل، مش عارف ليه الزباين رجلها اتقطعت. ما انت بتقفل يا يا نهار ابيض. ولا انت ما فكرتش يالا يا رمزي الغباء اللي عندك ده انك انت تستثمره مثلا؟ طب ما انا بستثمره اهو، مش مثلا ده اكيد، بقعد اكتب مذكرات يا دولا. بس انت بقى ما قلتليش يا دولا يعني اعمل ايه بقى في اتخاذ القرار ده؟ ما ساعدتنيش انت. لا انا ساعدك قوي يا رمزي، اتخذ القرار يا ابني وسيب البازار. سيبه يا رمزي، سيبه ارجع بلدكوا يا رمزي. ايه يا دولا اسيب البازار؟ طب واقعد اكتب فين بقى مذكرات انا؟ اه صح، مين يخرب بيتي غيرك. صح يا دولا. بقى المهم بقى، المهم انا دلوقتي بفكر في قرار وعايز اخد فيه يعني حل، ومش عارف يعني هل لما انا اتقدم لانسانه يعني هتوافق عليا
ولا ممكن تتهبل وتقول لا؟ انسانة زينا كده يعني؟ لا انسانة زينا ايه؟ بقولك يا عم واحدة مهتمية بنفسها، تقولي زينا يا ابني انت لا تصلح لأي بني ادمين اصلا يعني. طب يا دولا وانا قلت بني ادمين دلوقتي، انا بقولك انسانة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي دي كده. بقولك ايه عادل، انت فاضي شوية ولا مشغول؟ لا يا ستي مشغول، قاعد بعذب في نفسي بعذب في نفسي. يبقى فاضي، انا عايزاك كده في مشوار يعني نقعد نتكلم فيه بره. طب ما تقعدي هنا نتكلم براحتنا. انت عندك شيشة؟ ايه ده وانت عايزة شيشة ليه اصلا؟ ايه ده؟ انت مالك انت؟ بتتكلم ليه؟ بيني وبين اختي بتتدخل ليه؟ شيشة خطر. انت مالك؟ روح هناك. عايزة شيشة ليه يا سناء؟ انت بتشرب شيشة؟ لا مش بشرب، لا بشرب. ما تقولش ماما عشان خاطري يا عادل، عشان خاطري. ما اقولش لماما، ده انا بتلكك لك. ماشي، هنتفاهم في الموضوع ده. ولا رمزي، انا وسناء رايحين نقعد على القهوة. حسك عينك، ارجع الاقي البازار مقفول هخليك بايديك تكتب كلمة النهاية في المذكرات بتاعتك دي. اتفضلي. بعد اذنك يا شوية. ماشي. اوعى. تشربي شيشة يا سناء؟ معلش يا عادل، ده كده تفاريح مع اصحابي. تفاريحي؟ اه انا بقى مفيش تفاريحي وانا مش اصحابك، وشيشة مش هتشرب تاني في حياتك يا سناء. انا عمري ما شربت شيشة. تشربي شيشة لمين؟ حاضر يا عادل حاضر. المهم خلصي بقى بسرعة عشان عايز ارجع لرمز هزاء. عادل، انا لقيت الرسمة دي في كراسة بنتك بتاعت الرسم. رسمة عجيبة اللي رسمها يا سيدي. وايه ده؟ ده ايه ده؟ راجل ده؟ عادل ده انت. انا؟ اه يا كاتبة بابا. اه بس يعني انت مش ملاحظة ان الرسمة مش شبهي خالص؟ ما انت شكلك كده في اللاوعي بتاع بنتك. اللاوعي ده انت في اللا بلالة. عادل لو سمحت ما تغلطش، انا استاذة علم نفس محترمة جدا، عندي خبرة وعندي معلومات تؤهلني ان اشخص حالة بنتك اللي انعكست من خلال هذه الرسمة. انعكست من خلال هذه الرسمة؟ ده ايه الحلاوة دي؟ عادل بنتك رسماك راسك قد البسلية وجسمك قد البطيخة، مش ملاحظ حاجة؟ ملاحظ ان الاتنين لونهم اخضر؟ يا عادل خلي عندك عمق شوية، ارحمني. بنتك شايفة ان انت دماغك صغيرة، يعني دماغك تافهة، يعني كلك على بعضك تافه، يعني انت انعدمت القيمة عند بنتك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ كل ده من رسمة؟ انت بتستهبلي يا سناء؟ عايزة يعني تحطي اي شتيمة في كلامك وخلاص؟ يا عادل انا خايفة على بنتك وخايفة في الاخر تطلع زيي. وانت برضو كنت شايفة ان بابا دماغه صغيرة؟ بس مش للدرجة دي. وبعدين بقى انت هتوتريني ليه؟ فعلا الدماغ صغيرة ولا حتة. ايوه جاي. نعمين يا استاذ. اتنين شيشه بسرعه بس كده. عينيا وعندك شيشه. انت بتشرب شيشه يا عادل؟ ده تفاريحي بس لما بكون متوتر يعني. بس اوعي تقولي لماما. ازيك يا ياسمين؟ ايه بتتفرجي على ايه؟ اماكن في القلب. ده برنامج اسمه اماكن في القلب. اه ده دكتور اللي بيقدمه؟ لا ده مسلسل. اه تمثيل يعني. ومين اللي قام بدور القلب؟ انا بهزر طبعا. بس انت مش شايفه ان انت صغيره يعني على انك انت تتفرجي على مسلسل صعب زي ده؟ يعني انت ممكن، ايه رايك احكي لك حدوته؟ انت مش بتعرف تحكي حواديت. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت واخده فكره غلط جدا عن باباكي. انا بعرف احكي طبعا حواديت كتير قوي، لان انا دماغي كبيره جدا مليانه بقى حواديت وفوازير ونكت ولعب. تحبي نلعب لعبه تيت تيت؟ ايه تيت تيت؟ ما اعرفهاش بس يعني اكيد في لعبه اسمها تيت تيت. تعالي نتعلمها مع بعض. لا نسيت حاجة مهمة قوي لازم اعملها. بنت ياسمين بنت بتقلبني. ياسمين رانيا، هي ياسمين رأيها فيا ايه؟ ابوه؟ ايوه ما انا عارف، ما اكيد رأيها فيا ان انا ابوها. امال يعني رأيها ان انا خالتها؟ قصدي يعني هي شايفاني ازاي؟ شايفاك كأبوه. ايوه يا ست ما انا عارف، اصل سناء النهارده قلقتني قوي، قالت لي ان انا ما بقاش قدوه يعني بالنسبه لياسمين، وان هي شايفه ان انا دماغي صغيره وكده. طب
حضن عادي يعني. سناء ما جابتش الديب من ديله، دي حاجه معروفه. معروفه معروفه ازاي يعني؟ بص يا عادل، انت وجودك في حياه ياسمين وجود مصمت. وايه المصمت دراخ؟ مصمت دي يعني عدم يا حبيبي، يعني انت بالنسبه لها ايه؟ مجرد اب شوال فلوس ويا ريته مليان. شوال فلوس ويا ريته مليان. رانيا الموضوع ده انا حاسبك عليه. حاسب الاول على فاتوره التليفون اللي مرفوع من الخدمه بقاله 3 ايام. يعني احتاجت شوال الفلوس اهو اللي مش عاجبك. انا ما قلتش انك مش عاجبني. طب يعني تفتكري سناء عندها حق يا رانيا؟ بص يا عادل يا حبيبي، لازم وجودك في حياه ياسمين يبقى وجود عامل زي صمام الامان. صمام الامان؟ انت بتكلمي انبوبه. صمام الامان ده اللي هو زرار الامان او كشاف الامان او اقول لك قنديل الامان او حزام الامانه. لسه واخد مخالفه النهارده. بالظبط كده، المهم ان يبقى في امان. ايه ده؟ عيد ميلاد مين دول؟ يا سلام، هابي بيرثداي تو يو. مش عيد ميلاد ده، لسه صباحة. صباحة؟ وسميتيها ايه؟ الميم، عشان راسها صغنونة. راسها صغنونة؟ عشان كده بقى انت يا ياسمين دايما في اعمالك الفنية بتتأثري بحكاية راسها صغيرة دي، وتعملي الراس صغيرة والجسم كبير، مش كده ولا ايه؟ انا بعمل اللي انا شايفاه. اللي انت شايفاه؟ لعلمك يعني، لعلمك انا فاهم طبعا كل الحاجات دي، لان انا اصلا يعني عارفه ببقى دايما مركز كراجل اب يعني وباباكي وكده، ودايما تفكيري ان بما ان راسي كبيره جدا فبفكر صح طبعا طول الوقت. ايوه شوكاكا، ايوه قوي. فانا دماغي كبيره قوي، دماغي كبيره قوي. انا مش فاهمه منك حاجه. طبعا ده وضع طبيعي انك انت ما تفهمنيش، عشان انا كبير وراسي كبيره وانت صغيره وراسك صغيره فمش هتفهمين. عارف انا كنت دايما، انا اكبر واحد في اصحابي يعني دايما بيعتبروني الكبير، ودايما كنت ببقى مكبر دماغي مكبر دماغي. طيب ممكن بقى تاخد لي تصلح لي ديت؟ عروسه دي ايه، دماغها وقعت؟ ده انا مش بس اصلحها لك، ده انا اجوزها لك يا ماما. ماشي، بدل ما هتعرف بقى تصلح العروسه خد ديت كمان، دراعها مكسوره صلحها لي. ده ايه اللي كسر دراعها ده؟ لا طبعا اصلحها لك بسهوله. ماشي، انا رايحه الحمام. طيب على ما تيجي اكون صلحتها لك. ماشي. يا دي اللبخه اللي انا لبخت نفسي بيها، ودي دماغها تصلح ازاي دي؟ ايدها وقعت. صلحتي يا بابا؟ لسه قربت. روحي هاتي لي ميه، هاتي لي ميه. دي دراعها، دراع ده مش يا لبخه اللي انا لبخت. معاكي لعبة جديدة جدا، لعبة الذكاء، لعبة الناس اللي دماغها كبيرة جدا. يا بابا هلعب معاكي لعبة يعني انت عمرك ما لعبتيها قبل كده، جديدة يعني. يا بابا هلعب معاكي استغماية. يا سلام، ما انا عارفاها. لا اللي انت عارفاها دي استغماية العبط يعني، دي اي كلام. لا انا هلعب معاكي استغماية اللعب، يعني ايه اللعبة هتكون مستخبية كلها وانت تقعدي تدوري عليها وتجيبيها. يا سلام، هي اللعبة بتتحرك؟ اللعبة مش بتتحرك، ازاي هتستخبى؟ ما هي دي بقى اللعبة. هي دلوقتي استخبت وانت بقى روحي دوري عليها. يلا المية. لا مش عايز مية، مش عايز مية. مين قالك عايز مية؟ لا 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 مش عايز. يلا يلا يلا. Thank you.
يا دولا اللعب دي كلها، انت هتغير النشاط ولا ايه يا عم؟ لا يا عم غير النشاط ايه، انا اصلي كسرت اللعب بتاعت ياسمين وما قلتلهاش. طب ليه كده يا دولا؟ ليه كده؟ ده اذا كان انا لما بكسر تمثال ولا حاجه بعترف بخطأي وبقول لك. انا اصلي يعني الموقف بيني وبين ياسمين اليومين دول متأزم شويه، فما اقدرش اصريحها بحاجه زي كده. يا دولا اسمع كلام اخوك، انت لازم تعترف لها قبل ما تعرف من وراك. يا دولا اعمل زيك يعني زي ما انا بعمل كده معاك بالظبط، اكثر اقول على طول عشان اكبر في نظر نفسي وفي نظرك. يا ابني انت عمرك ما هتكبر في نظري، انت موقوف نموك عندي، مش عندي بس، انت موقوف نموك عند مصر كلها. طب ليه الغلط يا دولا؟ من غير غلط ولا حاجه، وانت بس فالح لي بتكتب لي مذكرات، فين مذكراتك دي؟ ايه يا دولا هتعجبك قوي يا دولا على فكره. وريني بس يا عم، شوف اخر المذكرات دي ايه. اتفضل يا عم. مذكرات رمزي تقريبا، يعني انت مش واثق هي مذكرات ولا مش مذكرات؟ ممكن ما تعجبكش. وايه الصوره اللي انت حاططها دي وحاطط ايدك كده؟ طبعا اكيد درسك كان بيوجعك، مش معقوله تكون بتفكر يعني. اه دول انت عرفت ازاي يا ابني؟ ما انا فاهمك وحافظك يا ابني. وريني كاتب ايه. امسك. وخرج رمزي من بلدته حالما بالنجاح، واتجه مباشره الى محطه القطار، وركب رمزي القطار. ايه ده ايه ده، ده انت اسلوبك حلو يالا. ابن عمك بقى وانا، انت شاعر برضو يعني. بس مش معقول هقرا ده كله، وريني اخر صفحه كاتب فيها ايه. ونزل رمزي من القطار. النهايه. ايه ده يعني انت ركبت القطر في اول المذكرات ونزلت من القطر في اخر المذكرات؟ معاناه يا دولا معاناه. وايه اللي في النص ده كله؟ بوم بوم تش تش بوم بوم تش تش. مذكرات كلها بوم بوم تش تش توت. مذكرات 1200 صفحة بوم بوم تش تش توت. معاناة. أم علاء مين يخرب بيتك هتنزل بس ولا يهمك يالا. ايه؟ انا هنشر لك المذكرات دي يا ده رمز. اكيد عجبتك صح؟ يا ده انت ابن عم انا هخدمك. ربنا يخليك يا دول يا رب. بس ينفع يعني مذكرات تتنشر من غير ما تتغسل؟ لا طبعا صح. خلاص انا هغسلهم لك وانت انشر على طول. في حبل حطوا لنا اهو بعرض البازار. يلا بسرعه. والله ده العشم برضه هدوله. يا سلام، ده انا عينيا ليك. وادي اهي المذكرات اهي، هتتغسل كلها اهي يا عم عشان تبقى مذكراتك على نظافه. اتفضل يا سيدي. بوم بوم تش تش. اتفضل. انشر عادي كده؟ انشر معايا. هات شويه وانشرهم من هنا، انت انشر من هنا. يلا. يا سلام يا سلام، ده يوم المنى يا رمز اما انشر لك مذكراتك بايدي كده. طب وانت ما عملتش كده ليه في الدواوين بتاعتك يا دولا؟ لا انا الدواوين ما كانتش ينفع تتغسل. انت عشان مذكراتك واضحه من الاول انها وسخه فعايزه النشر على طول. السلام عليكم. يا ياسمين، ها عملت ايه؟ لقيت اللعب؟ دورت في كل حته وما لقيتهمش. الظاهر ان هما مش في الشقه. ايه يا حبيبتي، ما اصل اللعبه دي يعني لعبه الناس الاذكياء اللي دماغهم كبيره جدا زيي. طب دورت في الحمام بقى يا ياسمين؟ مين اللي عبيط هيخبي اللعب في الحمام؟ من غير لماضه، ما دام ما دورتيش روحي دوري في الحمام. دوري في الحمام يمكن تلاقيه. ماشي شوف. المرة الجاية بنتك هترسمك من غير دماغ خالص. أنا فاهم أنا بعمل إيه، ما تقلقيش خالص. أنا جبت العرايس أهو وكله تمام، المهم أخبيهم بسرعة قبل ما هي تيجي. دي دول ودي كمان هنا ودي كمان هنا. دي بقى أحطها فين؟ أحطها فين؟ أحطها فين؟ لقيتها. يا سلام، انت اللي مخبيها، يبقى انت اكيد اللي عارف مكانها. فين بقيه اللعب؟ بقيه اللعب؟ طب انت دورتي تحت الكنبه دي؟ اه. طب ما تدوري تاني يمكن تلاقيها، مثلا ما تكونيش دورتي كويس ولا حاجه. ايه ده؟ انا دورت هنا قبل كده وما لقيتهاش. العروسه دي مش بتاعتي.
المرة الجاية هترسمك براس حمار. مش بتاعتك ازاي بس يا ياسمين يا حبيبتي؟ دي اكيد بتاعتك، انت مش واخده بالك. بس العروسة دي شكلها نظيف قوي. بعدين فين التوكة اللي انا كنت حطها في شعرها؟ ما ممكن تكون شالت التوكة مثلا لما راحت للكوافير، ما انت عارفة بقى العرايس بيتدلعوا يعني. بابا انت بتضحك عليا؟ العروسة دي مش بتاعتي، انا عايزة اللعب بتاعتي. ياسمين طب تعالى افهمك. ياسمين عادل، انسى ياسمين وركز في الخلفة الجاية وحاول تتعلم من اخطائك. ايه ياسمين، ايه اللي مزعلك؟ انا عايز اللعب بتاعتي. طب يا حبيبتي، ما انا جبت لك لعب تانية احسن منها كمان وجديده خالص. وفين اللعب اللي اتكسرت؟ ما راحوا بقى خلاص. المهم ان انا جبت لك لعب جديده واجيب لك كل اللعب اللي انت عايزاها طبعا. بس يعني ياسمين انت شايفاني ازاي يا ياسمين؟ انا شايفك بابا اللي بحبه. طيب مدام بابا اللي بتحبيه، يعني معقوله تزعلي منه؟ وبعدين ليه كنت رسماني وراسي صغيره كده؟ انهي رسمه؟ الرسمه اللي انت كنت رسمه راسي صغيره وجسمي كبير جدا، ليه في كراسه الرسم بتاعتك؟ دي مش انا اللي رسماها، دي الميس بتاعه الرسم راحت رسمه كده على السبوره وقالت وراحت قالت لنا ان قلوا الرسمه ديت وكتبوا عليها بابا بس. يا نهار ابيض، يعني الميس بتاعه الرسم متضايقه من ابوها ورسمه راسها راسه صغيره. انا احنا مالها ومال ابهات العيال. خلاص بقى ياسمين ما تزعيش مني بقى، خلاص بقى. يلا بص على بابا. لا بوسه جامده، بوسه جامده. لا جامده جدا، جامده جدا. خلاص زعلانين؟ يلا. سناء هاتي 30 جنيه. ليه بقى ان شاء الله؟ تمن اللعب اللي اتكسرت يا هانم. طب وانا مالي؟ وانت تلعب وتكسر وانا ادفع؟ يا سلام، انت اللي لعبت في دماغي وفهمتيني ان بنتي شايفاني مش عارف ايه وهي شايفاني احسن اب في الدنيا العلم. بقى مرات راس البسله. راس البسله دي بقى ما كانتش راس انا، دي كانت راس المدرسه. اما رسمت ابوها دي كانت راس ابو المدرسه، ما كانتش راس يا هانم. يعني المره الجايه ان شاء الله بنتك هترسمك براس كرومبا. لا هترسم الصفحه كلها راسي. ورجليك فين؟ مالكيش دعوه. وايديك فين؟ مالكيش دعوه. طب جسمك فين؟ ما تتدخليش بيني. صوابعك فين؟ ما تتدخليش. انا الحق عليا اللي قلت لك بنتك